اذا مش الكرام مش دخلنا شفت تيفي مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشر اخر يعني شخص شوف 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 شوف, شوف يرفض الامتثال لعناصر الامن الوطني شوف يرفض الامتثال يرفض الامتثال لعناصر الامن يعني شخص يرفض الامتثال لعناصر الامن الوطني شوف 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 صح 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 واو ترى صح صح هذا صح 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 بغى يشير على عناصر الامن القراعي ديال الشراب وايضا يعني يرفض الامتثال مرة أخرى انتقلت بالجملة واو تم الإيقاف ديالهم في هذه اللحظات يعني واو 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 تحياتي لفرقة الدراجات ما عرفناش كيشربوهم هادو ما عرفناش شنو كيشربوهم صح ما عرفناش واش كيتعاطاو لشي اقراص مهلويسه ولا ما فهمناش يعني عمليه سرقه زائد عدم امتثال هذاك اللي شدوه عناصر الامن ما رفض يمتثل ليهم جاو واحد جوج زرموه في التليفون ديالو قبل وبدا يغوت ومباش يمتثل عناصر الامن وبغى يضرب عناصر الامن الوطني دخلوا عناصر الامن ولقاو عليهم كاملين القبض شتوهم كاملين شوفوا معنا راه ستين فار هنايا لان هذا الشخص هذا راه صح صح راه شوف معنا في البث المباشر راه ناري اش دار عناصر الامن الوطني رفض انه يمتثل لهم بتاتا وعناصر الامن كان غادي بالهاتف ديالو كان واحد كان غادي ليه بالتليفون ديالو وعناصر الامن يعني اعتقلوه فتحياتي للفرقه المتنقله تحياتي لعناصر الامن الوطني المجهودات الكبيره تحياتي للفرقه الدراجين هما اللي قاموا بالتدخل هما و البي اس هما اعتقلوهم إذا مش الكرام مش لقناة شفتي غادي نودعكم على ما نلقاكم في بث مباشر آخر إن شاء الله وشكرا على حسن التتبع هاتي خوي في مدينة خوي إذا كان تخسر الهضرة فاش يكون تخسر الهضرة راه دوك الأشخاص راه في حالة غير طبيعية
كيعيروا وكيخسروا الهضره وكيعيروا في البوليس، مش علاش قطعنا الصوت. دنا مش الكرام، الى اللقاء.